بلا سمير واقف كده ليه؟ مفيش عربيات والله يا عم مرزوم نروح فيها خالص، مفيش عربيات خالص، احنا واقفين من الصبح. عربيات ايه ده يا سمير؟ يالا عربيات مين يالا؟ والتويوتا موجوده يالا، اركب ورايا يا سمير يالا. ده انا معايا شله، انا كاهي شله. يا نهار ازرق، كل ده عايز اروح يا سمير. اه والله لا عم مرزوق واقفين من صباحيه ربنا هنا. لا اله الا الله. طيب يا ابني معاك ربنا بقى يا ابني. ايه ده بس كده يا عم مرزوق؟ ايه يا ابني في ايه؟ بتفكر فيها يا سمير؟ انا محتاجه تفكير يا عم مرزوق. يلا يا رجاله. انزلوا يا ابني. لا عم نزل يا ابني. ايش اخوك يا اسلام؟ قوم يلا. رجلي قوم يلا. معلش. ايه يا ابني؟ معلش. يعني هتعرف تركب؟ نمشي. خلاص يعني بقى حلو. يلا بس عم مرزوق نروح يلا. يلا نمشي. بابا كويس. استنى يا ابني، تركب ايه يا ابني في ايه؟ تعالوا يا ابني. تعالوا يا ابني كلكم يا ابني، مش اسلام بس يا ابني. تعالوا كلكم يا ابني، نجول شويه كده بس. انا عايز افهم حاجه. هو انت مش اخوه؟ رد عليا. ايوه اخوه ولا مش اخوه؟ اخوه. وانت اخوه ولا صاحبه؟ صح. مين اللي قومه؟ انا صاحبه. صاحبه اللي قومه، مش اخوه اللي قومه. دي مصيبه، دي كارثه. هو اخوك يا ابني ده انت لاقيه في, 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 في هنا ولا هنا ومتبناه ولا حاجه؟ ده اخوك، عارف يعني ايه كلمه اخوك؟ وهي دي الرساله يا جماعه اللي احنا كنا عايزين نوصلها ليكم. ايه هي الرساله بقى يا جماعه؟ سيبك. ايه هي الرساله يا جماعه؟ اخوك هو سندك وضهرك في الدنيا. اخوك مش صاحبك، صاحبك ده ممكن يسخنك على اخوك، لكن اخوك عمره ما يسخنك على صاحبك، هو ممكن بالعكس يقول لك ايه؟ بلاش صاحب فلان، سمعته مش كويسه، سلوكه مش كويس، لكن عمره ما... لكن الصاحب ده ممكن يعمل بلاوي. الا ما رحم ربي، عندنا في صحاب في حياتنا اقسم بالله اكتر من اخواتنا، عشان برضه نبقى بنتكلم في الصح، في صحاب لينا اقسم بالله اكتر من اخواتنا. كلمة صاحب، احنا بنتكلم على الصاحب اللي هو مش صاحب اصلا. بس الفيديو بتاعنا النهارده دون عن الاخ نفسه، اخوك المفروض طالما اسلام شاف اخوه واقع في الارض كان يقوم على الاقل يشوف هدومه اللي اتوسخت من التراب، على الاقل يشوفه اتعور ولا ما اتعورش. عشان كده صاحبه لما قومه بالفطره هو عمل الصاحب الفطره ان هو قومه وقال له يلا قوم يا سمير عشان نركب العجله ونكمل مشوارنا. قومه بس، وده اضعف الايمان. الاخ عمره ما يعمل كده، الاخ بالعكس سمير ويتلف عليه كده ويشوفه ماله، يدور فيه ويعمل فيه تعور ولا لا، هدومه اللي اتوسخت. بالعكس يطمن عليه ويقول له عم مرزوق مش هنركب الا لما نشوف اخويا الاول ماله ولا جرى له ايه. يا جماعه كلمه اخوك مش سهله، اخوك مش سهله، ده ابن امك وابوك والله العظيم. بقول لكم يا جماعه، عشان كده يا جماعه الحكمه اللي دايما ماشيين بيها ايه هي؟ الاخ صاحب مش سند. احنا في فصل هنا، انا عايز مع بعض 1 2 3 واحد اتنين تلاتة. الاخ سند مش صاحب. الاخ سند مش صاحب. كل عام وانتم طيبين. السلام عليكم.